يا رب يا رب يهدى الوضع وعمره ما يسقط النظام بسوريا. بكفي يتعرضوا 14 أدار لاغتيالات. من وعدك يا رب ما بقى لا نتلأمن ولا نتسمسم، المهم يزبط الوضع يا رب. يا رب يا رب ما تخلي العثمانية يعملوا أي تحرك مضر بلبنان يا رب. يا رب يا رب يضلوا الشيخ سعد بالسعودية، مش وقته هلأ. والجنرال يرتاح هالفترة يزملنا إياها ويزمموا لجبران باسيل يا رب. والحزب يروح على وضعه شوي، إنه ماشي الحال يعني ما بده هالقد. وفخر الدين، فخر الدين ما يعمل لي فيها بطل يا رب. طيقطع الشهر الفضيل بس وما يصير في حرب ونقل مباشر، دخلك يا ربي. ويوقفوا مسلسلاتنا اللي مكلفيننا دكة. يا رب ما تتخيل، ما تتخيل قديش في عالم رح يسبولنا، قديش في عالم رح يبهدلونا إذا وقفنا أبو سليم برمضان يا رب. أعزائي المشاهدين، مثل ما عودناكم بكل حلقة نستضيف ضيف معنا بيعلمنا فن الطبخ على طريقته، وضيفنا لليوم هو جبران باسيل. لحظة 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 لحظة، روق روق روق، شو جبران باسيل هيك حاف بيقولوا معالي الوزير جبران باسيل، شو صاحبك أنا؟ لكن أهلا وسهلا فيك معالي الوزير جبران باسيل، شو حتعلمنا اليوم معاليك؟ هاي أعزائي المشاهدين، اسمعيني منيح مدام، أول شي أول شي خلي عميك يشتري لي كل الاغراض من السوبر ماركت، انت ما تتكلفي بولا فرانك، اوكي؟ هلا بعدين اكيد عمك رح يقول لك كيف بده الطبخه، انت قولي له اوكي 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 مثل ما بدك واعمليه على ذوقك. هلا اكيد لما عمك رح يعرف رح يزعل، بس طنبي ساعتها انت بتكوني طبختي ومديتي ايديكي واجريكي ومشي الحال. بس اوعى اوعى مدام تزعلي اذا ما اكل، لانه هلا صحيح لك تطبخي، بكره ببطل صحيح لك. والف صحتين، يلا صار فيك تكفي الحلقه. وبيرجع بقوله صوره للجنرال ما بيشتغل. لكن أعزائي المشاهدين، رجعنا معكم بعد الدفشة، كونوا معنا لأنه حنروح هلأ ببريك ونرجع لمواصلة برنامجنا. ليش معصب؟ ليش معصب عزيزي الزيز؟ ليش؟ معقولة تلفوا الحشيشي بالباح؟ خلص مان ما تعصب، بسيطة عزيز. لا مش بسيطة أبداً مان، مش بسيطة أبداً صراحة عزيز. أنا بقدر الحالة اللي عايشها أنت عزيز. برزا مش قصة حالي، قصة حيرة إذا بدك. حيرة؟ أنت ليش محتار عزيز؟ لأنه قولك من بعد ما تلفوا الحشيشي بالبقاع رح تبطل تسطل الحكومة؟ لا ولا مبلا. يا إلي حلوي ورقه كيف ما بدي. ولك يا جبرايل، ولوينك؟ صار كل النهار عم فتش عليك. كنت عم كذر النكدة يا جار. عم بتكذر النكدة؟ أنت؟ أش بعمل لك؟ أش بعمل لك إذا مرت النكدة طلع عبالة شي طيب؟ طعميتها شي طيب؟ طبعاً طبعاً، قلت لها قومي قومي يا حلوة قومي تأخذك وتاكلي سنيورة بصيدة. وطعميتها سنيورة؟ لا. شو لكان؟ مرقت على الاعتصام وقلت لها اياكي اياكي تاخدي منشير، فاكلت شي طيب اللي بتستاهله. ما هون ايش صار؟ كمبوتر انتر لمين شفتها؟ اشتقت له للببو، اشتقت له ببو، اشتقت له كثير انا للببو. ببو بس صار لي ساعة بحكيكي على سلوير عم بيعطيني الخط مسكر. ببو لأنه ما في كهرباء، ببو ما في كهرباء، بحطه بالشارجر شأنه بيتشارج وبيطفي. هيدا جبران باسيل ببو. روقي طولي بالك ببو حبيبي، انت ببو ما تعصبي يا ببو. ببو شو رأيك الليلة نسهر هيك سهرة غير شكل يا ببو؟ ليش أنا عندي مي سخنة؟ كيف بدي اتحمم إذا ما في مي سخنة؟ هيدا جبران باسيل ببو. طب ببو معلش يا عم، بحس بشغلة ببو، كل ما احكيك هيك عم بتضلك معبقة ببو. إيه لأنه ما في عيسي ببو، كل ما بدور بتك الديجون
عم بسيل بوبو. عم بتخونيني بوبو. لا بوبو لا، بس اجا لعندي امبارح بالليل على عتمه، افتكرته انت، شفت؟ هيدا جبران بسيل بوبو. عم بتخونيني بوبو. عم بتخونيني بوبو. لا ضحك هذا في صفار شفط ضربت من ايدي. يلا كاميرا. We'll be right back.